الاسم، اريد اعرف شنو علاقة الاسم بالابراج، وهل فعلا انه الاسم يعني يؤثر على شخصية الانسان؟ يعني بطبيعة الحال الانسان مجموعة متعددة من ابراج في داخله موجودة لكن بنسب مختلفة. ما في واحد من عندنا اختار اسمه بنفسه، يعني الاسم هو الاسم قدر محتوم علينا، كل انسان يولد اما عن طريق والده سماه او والدته او اي شخص معين، فبالتالي هو قدر محتوم علينا، ما زال مو باختيارنا. فبالتالي يعني ياثر بطبيعه الحال. هنالك بالمناسبه اسماء محظوظه واسماء غير محظوظه. زين اسمي محظوظ يعني ما استبرق اسم يدل على القوه ويدل على الاندفاع، يعني انت انسان تحبين دائما تكوني تدخلي نفسك بكل شيء مندفعه و اي صح من المندفعه بالذات القرارات جدا مندفعه بطبيعه الحال متسرعة دائما. بالمناسبه في بعض الاحيان نسمع مثلا يقول لك الاسم له علاقه بال يعني الاسم الجميل يجلب حظ جميل جيده الاسم فعلا اكو شيء معلومه صحيحه؟ لا لا لا، مثلا عندك اسم سعد. نعم اسم سعد من الاسماء الجميله. نعم لكن مولود سعد يعاني من متاعب. في حين نشوف اسم اسعد يعني باضافه الف بالبدايه اسعد يدل على ان شخص عنده متاعب لكن شخص قيادي. وما دام جبت اسم اسعد ففعلا عندك اتصال باسم اسعد ونقول لك الو يا اسعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك عيني؟ مساء الخير. مساء الورد عليك. منورين الشاشه. مية هلا مية هلا اسعد، تحياتي لك. منين اسعد؟ اسعد من بيقار وياك واتمنيت يعني انا يوم من الايام اتصل بيكم. اي والله مية هلا اسعد منورنا، تحياتنا لاهالي بيقار. تفضل حبيبي اسعد. وبيك اكثر اغاتي، بيك اكثر قلب انت. نعم تفضل، شنو سؤالك؟ انا تولدي 22/4/1985. نعم 22/4/1985. سؤالك يا اسعد. و85. نعم نعم سجلته. سؤالك يا اسعد. والله يا ريت اعرف برجي. برجك؟ طيب اريد اعرف البرج مالتي. نعم اوكي ان شاء الله راح اعطيك برجك بالكامل وتحليل شخصي، وبنفس الوقت اعطيك يعني الاوقات المناسبه بالنسبه لك تستفيد من عندها بارتفاعات مؤشرات الطالع وانخفاضاتها. تسمعني ان شاء الله من التلفزيون. ناخذ اتصال اخر اذا اكو. مرحب. مرحبتين. مرحبا استاذ. مرحبتين. مية هلا. انا مواليد 12/10. خلي تعرف باسمك. خلي نتعرف باسمك. نعم نتعرف باسمك. جيهان من كربلاء. جيهان. نعم نعم. مواليدك جيهان وسؤالك. نعم جيهان مواليدك. مواليد 12/10. 12/10. نعم 1992 1992. اي نعم 1992. ان شاء الله راح اجاوبك يا جيهان. شنو سؤالك يا جيهان؟ يعني بصوره عامه عن بصوره حياتي. عامه ان شاء الله راح اجاوبك بصوره عامه عن كل ما له علاقه بيش. وبس بلا زحمه عليك برج. نعم. ماما هنين. ماما انطيني برج ماما. 30/4 1970. اي نعم. تقدر تذكر ماما الاسم ولا ما تذكر اسمها؟ نعم. اسم ماما تقدرين تذكريه ولا ما تريد تذكر الاسم؟ اسمها؟ اسم ماما، اسم والدتك يعني اقصد. انقطع الاتصال. طيب خلينا نجاوب على هاي السؤالين. نعم. طيب خلينا نسمع لعد مها من الديوانية. مها مها تفضلي يعني. مها من الديوانية. ألو السلام عليكم. مية هلا. مية هلا مهات. مية هلا. أهلا بك. حياك الله. ممكن أعرف توقعات برجي؟ أي تفضلي اعطيني بس مواليدك بالكامل. برجي برج السرطان. لا اعطيني المواليد بالكامل. المواليد والسنة. 25/6/1990. 25/6/1990. أو ممكن أعطيك برج زوجي؟ ممكن طبعا. نعم 27/10/1986. 1986 أوكي
راح اتحدث لك ان شاء الله عن برجك وعن التوافق بينك وبين زوجك. التوافق يعني بيناتهم. نعم نعم. عندك 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 مشاكل يا زوجك؟ ممكن اعرف معنى اسمي يعني وتاثيره على شخصيتي. الاسم تقصدين؟ انطيني مها اسمك. نعم نعم ان شاء الله ايضا راح احللها. شكرا جزيلا مها. خلينا نجاوب على هذه الاسئله بشكل سريع جدا. الاخ اللي اتصل 22/4/1985 احب اقول له مواليد برج الثور، مواليد برج البقره بالابراج الصينيه، وهم من الاشخاص المثابرين جدا واللي ينجحون في الاماكن اللي تتطلب يعني اعمال روتينيه، يعني هذا الشخص ينجح في ان يكون موظف مثلا على سبيل المثال. بالفترة الحالية طبعا فترة اعتيادية بالنسبة لبرج الثور، لكن ليست فترة سيئة وليست فترة إيجابية أيضا. بالنسبة إلى جيهان اللي اتصلت 12/10/1992 وتسأل على أعتقد 12/10/1992 مواد برج القرد، هنا طبعا جيهان من الأسماء القوية واللي تعطي الطاقة وتعطي جاذبية إلى صاحبتها. هذه الجيهان يعني إنسانة طيوبة حبوبة ولها مستقبل جدا جيد بالأخص بالجانب العاطفي والجانب العلمي، إذا هي كانت مثلا طالبة الفترة جدا مناسبة إلى بالنسبة لها لخوض امتحانات مثلا أو نجاح أو ما إلى ذلك. سألت عن برج أمها 30/4/1970، لا الوالدة تتعب عاطفيا الحقيقة، عندها متاعب عاطفية يعني شوية دير بالكم وياها، يعني الوالدة حساسة أكثر من اللزوم، لكن بطبيعة الحال راح يكون عندها فترة أيضا إيجابية وجيدة. بالنسبة إلى السؤال مها من الديوانية والتوافق بينها وبين زوجها، طبعا مها برجها برج الحصان وزوجها برج النمر، لا التوافق جدا جميل وجيد، لكن أقول لها المها دير بالك ترى زوجك من النوع العصبي جدا، يعني تتفاعلين معه لازم بهدوء. اسمها يدل على أنها غير محظوظة عاطفيا للأسف الشديد. نأخذ اتصال آخر. اتصال آخر. نعم تفضل أحمد. ألو. نعم أحمد تفضل. أحمد تفضل بس نصيلي صوت التلفزيون زين. ناخذ عارف. عارف من الأنبار. السلام عليكم. عليكم السلام عارف. السلام عليكم. مية هلا عارف. حياك الله. حياك الله. هلا عارف. تفضل. اعطيني مواليدك بالكامل. 1/1/1975. عندك سؤال يا عارف؟ بصورة عامة. أشكرك عارف. راح تسمعني إن شاء الله يعني من التلفزيون إن شاء الله. ناخذ اتصال اخر. اسمهان. اسمهان من دياله. الو صباح الخير. مية هلا. صباح النور. هلا اسمهان. ممكن اشارك؟ ممكن ونص. الو تفضلي اسمهان. ممكن اعرف برجي؟ اي تفضلي. اعطيني مواليدك بالكامل. مواليد 14/9/1993. وشنو سؤالك يا اسمهان؟ ممكن ما اعرف يعني بصوره عامه عن حياتي العاطفيه والدراسه. ان شاء الله راح اجاوبك. شكرا اسمها. وعن الاسم ممكن اختي؟ ايه انطيني اختك يلا على السريع ان شاء الله. يلا. مواليدها بالكامل واسمها الشخصي. 14/1/1984. وشنو اسمها؟ طيب هي بصورة عامة. اوكي خلينا نرجع. شكرا اسمها. شكرا. نرجع بشكل سريع على عارف من الانبار 1/1/1975. طبعا عارف من مواليد برج النمر بالابراج الصينيه ومن مواليد برج الجدي بالابراج الترابيه، وطبعا عارف شخص مثابر، شخص يعني يبذل مجهود حقيقه كثير بالحياه وعنده طاقه ياخذها من الشمس يعني او من اشعه الشمس. عارف المشكله البسيطه الموجوده عنده شنو هي؟ انه يعني الفاظه قد يجرح الاخرين بالفاظه لانه من النوع اللي ما يعرف يجامل، ولهذا أنا أقول له دير بالك يعني قد تفقد الكثير من الأصدقاء بهذا السبب. بالنسبة إلى أسمهان سألت من دياله طبعا 14/9/1993 هي مواد برج الدجاجة بالأبراج الصينية. لا أسمهان
شويه دير بالك على الفاظك مع الاخرين. انت من النوع اللي طيبه لكن يعني تتصرفين مرات بشكل عفوي وسريع جدا بحيث تاثرين على الاخرين يعني من خلال الفاظك اللي قد تكون غير جيده. ما يصير هيك ترى انا اعترف يعني اني زميلتك وصار لك كذا يوم ويانا وما تقولي البرج مالتي ما يصير. انا اعتبرني متصله. الو شلونك؟ مجاني اتصال اخر. بس ياسين ما اللي يتحدث 100 كلمه لحظه يقولون بالمثل يعني اللي يحكي 100 كلمه يموت. لا 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 لازم نكون واقعيين ايضا. بس بقيت يعني المشاهد اللي بيكلف نفسه وده يتصل بطريقه خلي الاولويه. صحيح صحيح. ممكن معك اتصال ياسين؟ اكو اتصال. نعم تفضل. الو تفضل. مية هلا احمد تفضل. صباح الخير. صباح النور احمد. مين احمد؟ ممكن اعرف برج الحمل؟ اكتب لي اعطيني المواليد. نعم احمد من بغداد. مواليدك بالكامل يا احمد؟ 1985 1/4. 1/4 1985. وتسمعني ان شاء الله من التلفزيون. شكرا يا احمد. نعم ناخذ اتصال اخر. احمد من مدينه البرتقال. احمد من مدينه البرتقال تفضل. من دياله. صباح الخير اخويا. صباح الخيرات. هلا احمد من دياله. مية هلا احمد. تحياتنا الى اهلنا بدياله. تفضل احمد. وكثر بيك يا هلا بالمحلي. الله يسلمك. بس اريد اعرف برجي. 1981 1987. برجك 1981 ولا 87؟ 1/8/1987. اها 1/8/1987. صحيح. شكرا يا احمد وان شاء الله تسمع الاجابه من التلفزيون. نعم ناخذ اتصال اخر. باقر ايضا من مدينه البرتقال. تفضل حبيبي باقر. باقر تفضل. الو. اي تفضل. مواليدك يا باقر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. باقر عبد الامير من زياده. 100 هلا يا باقر. 100 هلا تفضل باقر. والله بالنسبه لموضوعكم موضوع التضحيه اليوم. لا موضوعنا مو التضحيه اليوم. هسه الابراج عندنا. عندك سؤال؟ طيب صوت يقطع مداتي. خلي نجاوب على الأسئلة السريعة اللي اجتي. أحمد 1/4/1985. مواد برج الحمل مواد برج البقرة في نفس الوقت. أحمد راح ينتظر فد مفاجأة جدا جميلة بالتواريخ التالية 12/13 و14 من هذا الشهر. يعني فترة جدا مناسبة راح تكون بالنسبة له. نرجع إلى أحمد اللي من ديالة. 1/8/1987. يريد بشكل عام طبعا مواد برج الاسد مواد برج الارنب بالابراج الصينيه. لا شخص اندفاعي وبنفس الوقت شخص يعني يخاف من كثير من متردد في كثير من الامور. وانا اقول له يا احمد لا تخاف لانه الاسد هنا يدعمك ويعطيك قوه ويعطيك طاقه كبيره فادخل في كل المشاريع الحظ يحالفك. ناخذ اتصال اخر. جبار. نعم تفضل جبار. عليكم السلام. اي تفضل جبار انطيني مواليدك. 100 هلا. الله يسلمك. 8/7/1986. وبشكل عام يا جبار لو عندك سؤال محدد. اي حبيبي. ان شاء الله تسمعنا ان شاء الله. طبعا سينما يعني احنا عرفنا بالحلقات القادمه من خلال نقاشنا انه مدى تاثير ساعه الولاده على الحياه الشخصيه، لكن بالفتره الحاليه نريد نعرف يعني حركه القمر وتاثيرها على الابراج يعني وعلى حياه الاشخاص وبالذات على يعني المولودين يعني حديثي الولاده بهذه الفتره، كيف تكون حركه القمر؟ لا هي حركة القمر بشكل عام تحدد لنا يعني عادة وجود القمر في البرج ينطينا طاقة إضافية وأكثر ما تكون بالجوانب العاطفية، لكن هنا على الشخص أن يستفيد من عدها. يعني مثلا عندك القمر لما يكون في برج السرطان هنا راح ينطينا طاقة جدا جميلة يعني لو موجود برج السرطان، لكن إذا كان موجود في برج الحمل، الحمل باعتباره مندفع ممكن
ما يستغل هذه الطاقة بشكل إيجابي. أنا سامعة أنه يقولون القمر اللي يكون يعني بساعة الولادة بالبرج يعني نعم. صاحب البرج اللي يكون ببرجه يكون سعيد الحظ. لا مو شرط. يعني مو شرط لا أنه لا 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 يعني وإذا كان بالقوس. خلنا ناخذ هذا الاتصال طبعا. لا لا هو الجمهور الجمهور قبل كل شيء. أوكي. ناخذ هذا الاتصال تفضلي. تفضلي عزيزتي. اتصال منو؟ زينة اتفضلي يا زينة اتفضلي يا زينة. اتصال آخر زينة اتفضلي يا زينة. ألو اتفضلي يا زينة أهلا وسهلا. ألو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور يا زينة أهلا وسهلا. ممكن أعرف برجي؟ ممكن. انطيني مواليدك بالكامل يا زينة وسؤالك. تاريخ مواليدي 14/1/1984. شكرا يا زينة. تسمعين إن شاء الله من التلفزيون. ناخذ ضحى من الأنبار. ضحى من الأنبار. ضحى تفضلي يا ضحى. احتمال انقطع هذا زين. وين كنا نتكلم؟ نرجع على المتصلين يعني اللي رادوا ابراجهم. جبار قبل لا انسى جبار 87986 راد بشكل عام. طبعا اقول للجبار انت من الابراج تتعب حقيقه في حياتك. عندك حظ تاخذه من سنه الولاده لكن عندك تعب بسبب وجود رقم 8. يا جبار انت تخطو خطوات لكن يحتاج لك ان تبذل مجهود اكثر في حياتك. زينه اللي اتصلت قبل قليل 14/1/1984 يعني اقول لها انه زينه انت عاطفيه اكثر من اللازم وعندك تعب بهذا الجانب ومشكلتك لما توقعين بالعاطفه ما تقدرين تنهضين بسهوله. ناخذ اتصال اخر. اتصال ضحى. الو السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ضحى. سلامك حين استنصرت. مية هلا ضحى. نوره. انا مواليد 10/10/1985. 1985. ما عندي حظ ابدا جايه بس الصبح. لا ان شاء الله اكو حظ. اكو حظ ان شاء الله. اي والله اعرف كل شيء. اي لا هي الصراحه اقول لك ليش ماكو حظ. مو ماكو حظ هي الحقيقه. السنتين ونص الماضيه كان عندكم كوكب زحل. وكوكب زحل من الكواكب اللي تنطي يعني تأثيرات فلكية سيئة أو متاعب بالنسبة إلى أصحابها. الفترة الحالية فترة جدا جيدة والمستقبلية راح تكون أفضل بالنسبة لك يا ضحى. صالح تفضل يا صالح. نعم تفضل صالح. ممكن أعرف برجي؟ ممكن ونص. تفضل. ممكن أعرف برجي؟ أي ممكن. تفضل صالح انطيني مواليدك. مواليد 89. 89 اليوم دار الواحد 19. 19/1/89. شكرا يا صالح. ان شاء الله راح اتحدث عن برجك بعد قليل. في اتصال اخر. ليزا. نعم ليزا. اهلا ليزا. اتفضلي. مرحبا دكتور سلمى. مرحبتين. مية هلا دكتور سلمى. عن ليزا من بغداد. يا اهلا وسهلا بيك. هلا ليزا. 15/4/88. ليزا شنو سؤالك؟ دكتور سلمى احب بس اعرف. نعم. انا عندي مشروع حاليا بهذه الفتره. نعم. فاريد اعرف اقبل على هذا المشروع لو لا. قبل لا ننهي الاتصال اقول لك اقبلي واسمك بطاقه ومواليدك جدا جميله وبالاخص بالفتره الحاليه. اقبلي قبل لا اقرا يعني اشكرك. اي اقبلي بكل نعم. منو؟ نعوش. نعوش من السماوه. نعوش من السماوه. انقطع الاتصال. اتصال آخر. محمد انقطع. ضحى من الأنبار. تفضلي ضحى. ضحى زين. ألو. نعم تفضلي ضحى. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. أهلا ضحى، تحياتي لك. تفضلي يا ضحى. ممكن أعرف برجي؟ ممكن. برج أختي إذا ممكن. ممكن برجك وبرج أختك بشكل سريع وباختصار إن شاء الله أجاوبك. أنا مواليدي 1986 24/2. 24/2/86. 24/6/64. لحظة ما افتهمت، برج أختك 20/6/94. اي 20/6/94 وهي 86. شكرا شكرا. اعرف عن العاطفه اذا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا 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 ضحى. خلينا نشوف اتصال اخر. نادال. نادال ليله القدر. ليلى. ليلى تفضلي. ليلى. ليلى تفضلي. ليلى أني جيت بليلة القدر 27/10 على طول حظي تعيش ورزقي قليل. ماذا علاقة جيت بليلة القدر أو غير ليلة؟ طيني بس مواليدك عزيزتي. وحياتي الزوجية هملة فاشلة. ليش فاشلة؟ معاملة معرقلة مع راتب زوجي الأولاني. لا انطيني انطيني بس تاريخ ميلادك. المتوفي. سنة سنة ولادتك. سنة ولادتك يا ليلى. 27/10. لا السنة السنة. 27/10. نعم نعم السنة يا ليلى. 1971. بطبيعي اي نعم 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 نعم. شو عزيزتي ليلى، انتي انتي من المواليد الحقيقة تتعب في حياتها لسبب مهم. بالفترة الحالية اكو عندك تعب، يعني انتي برج العقرب والعقرب الان زحل دخل في في برج العقرب، فبالتالي في متاعب. سنه ال 71 بشكل عام من نوع اللي يمتازون بالاحسان، ينطون وما يفكرون بالاخذ. فالمشكله هي سنه ولادتك والفتره الحاليه وجود، يعني باعتبار من برج العقرب اكو بعض التاثيرات. بالمناسبه هي عندها رقم حظ ايضا صعب، رقم 9. اي اني اني انا ذكر كلام ليلى هل اللي قالوا انا تعيسه تعيسه دائما. هاي الفتره من هي الابراج الاوفر حظا من باقي ال؟ والله سؤال جدا جميل. افضل فت يعني هاي افضل الابراج. نعم. خلال هذه الفتره. نعم. اقدر اقول الاسد. نعم. السرطان ايضا زين. اسد سرطان. الجوزاء جيده لكن اكو تراجع. كوكب جوبيتر بس جيده. شنو العشريه الثانيه والعشريه الثالثه؟ نعم. العشريه الاولى فقط عندها بعض المتاعب. نعم. خلينا نسمع يمكن اكو اتصال. اتصال. الو. نعم اهلا وسهلا تفضل. ألو. نسمعك نسمعك تفضل حبيبي. مية هلا. عليكم السلام. رف من الأنبار. مية هلا رف. عارف عارف العفو عارف. مواليدك 11/12. نعم 77. وممكن الآخر. نعم الآخر الآخر. يلا على السريع انطيني البرج الآخر. 1/1/1980. أوكي بعد رجل ولا امرأة؟ نعم 1/1/1977. بعد آخر 1/1/1977. طيب لا راح اجاوبك ان شاء الله، يعني هاي 3/3 كلش كافيه. اكو بعض الاشخاص ما جاوبناهم. طيب شكرا شكرا حبيبي اشكرك. عارف على السريع خلينا نجاوبه. سال عن 1/1/1977 و1/1/1980 و11/12/1977. 1/1/1977 بالفتره الحاليه عنده انخفاضات لكن هذا حظوظه جدا جيده، لكن مو هذه السنه، السنه القادمه بعد تاريخ 4 شباط فبراير. 1/1/1980 الفتره الحاليه ايضا فتره اعتياديه، السنه القادمه راح تكون حظوظه اوفر من هذه السنه. عارف 11/12/1977 الفترة الحالية جيدة لكن أحذر بعد مارس تقريبا، يعني شهر الثالث من السنة القادمة، لا هنا تأثيرات زحل راح تكون قوية بالنسبة لبرج العقرب، شوية راح تكون عنده متاعب أكثر. خلنا نأخذ اتصال آخر. حسين. حسين من بغداد. السلام عليكم. نعم أهلا حسين تفضل عزيزي تحياتي لك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام تفضل حسين. اريد تحكي على برج القوس. طيب سؤالك يا حسين بشكل عام عن برج القوس. اريد تحكي على برج القوس. عندي شغله
عاصي عليها. دطيني العدد مواليدك بالكامل اذا شغله عاصي عليك. اليوم والشهر والسنه. ها؟ اليوم والشهر والسنه يا حسين. شهر والسنه ولادتي 12/6. 12/6؟ ولادتي 12/6 مواليد 86. 86 هذا مو برج القوس عزيزي. حافظ 6/12 تقصد. 6/12 برج القوس لا. طيب شكرا. اي شكرا شكرا حسين، ان شاء الله هسه راح اجاوبك بشكل سريع ومختصر. طبعا حسين 6/12/1986 برج القوس بالفتره الحاليه من الابراج الجيده. 86 من برج النمر، لا الفتره الحاليه فتره جيده ومناسبه، لكن المشكله عندك اسمك، اسم حسين عاده شوي يجلب المتاعب الى صاحبه. على اي حال افضل فتره تريد تقدم عليها لمشروع معين او لفكره معينه في بالك راح تكون بالفتره ما بين اقدر اقول 27 من شهر ديسمبر الحالي الى 6/1، هذه الفتره راح تكون جيده وان شاء الله تسمع بها خبر حلو. يا بنات نرجع للاتصالات. على ذكر الايميل، جانا ايميل طبعا البارحه فكان تروس سجل لنا اياه. بنيه اسمها تقول اني اسمي سراء مواليد 2/4/1987. تقول لك سين ما انا عندي مشكله واعاني من قلق وتعب. نعم. متقدم لها اشخاص اثنين، الاول مواليد 15/9/1986. نعم. والثاني من مواليد 2/8/1979. تقول لك وما اعرف اني لمن اختار، الاول عنده وظيفه ومركزه جيد والثاني كذلك عمله جيد لكنه انسان جدا متواضع، اتمنى من عندك مساعدتي ولك جزيل الشكر. يعني قلقه لان متقدمين لها اثنين. ايوه تقريبا مواصفات متقاربه. فتقول لك يا اللي اختاره يعني او برجي يتوافق مع برجه. اي لا هي من مواد برج الحمل هنا، والارنبه، الارنبه تصير حساسه هادئه. لا الاول عذراء وبنفس الوقت برج النمر، النمر يكون نوعا ما يعني كلماته الفاظه شويه جارحه في بعض الاحيان. برغم انه يمتلك شخصيه قويه. الثاني 2/8/1979 هنا اسد ونفس الوقت برج العنزه، العنزه يصير اكثر حساسيه بس بنفس الوقت يكون عنده نوع من الازدواجيه والمزاجيه بالاراء. يعني انا حسب اعتقادي الشخصي هي ممكن ان تنجح مع الثاني اكثر، الثاني قدر مشاعرها واحاسيسها اكثر. الاول شخصيته اقوى طبعا. نعم. لكن الفاظ قد تكون جارحه. يعني انا في اعتقادي الشخصي لا، هي من الثاني ممكن ان تصنع شخصيه جيده وقويه، لانه الثاني ايضا مواد برج الاسد، يعني ممكن انه نرفع من شخصيه العنزه بوجود قوه الاسد مثلا. فيعني انا اقول لها لا الثاني افضل لك. يعني اللي هو مواليد 79. 79 2/8/79 افضل. سلمى ايميل او ايميلين وصلتني، ايميل يقول السلام عليكم. نعم. انا صباح من مواليد 22/3/86. مواليد 22/3/86. نعم. نعم. يقول عندي مسألة مهمة جدا خلال هذا الأسبوع، وحاب يعرف أنه الطالع شو يقول له، يعني تحقق هذا الشغلة أم لا. والإيميل الآخر طبعا نور من بغداد يقول تحياتي لكم، حابة فقط أعرف توافق بين البرجين مواليد 1/4/1. نعم. لا هي ما أعرف، ما واضح الايميل، بس المهم يعني ذاكره توافق البرجين مواليد 86 ومواليد 72. بس الثانيه نور 14/1 ما يعني مذاكره هي والنص نص الكلام. خلي عاد نجاوب باكر ان شاء الله. اوكي يعني نجاوب باكر، نتمنى انه من نور تبعث لنا يعني تريد الايميل مره اخرى بصيغه افضل. ما يساعدنا. اي بالنسبه لسؤالك عن 22/3/1986 اعتقد. اي 76. 76 العفو 76. وعنده مساله مهمه خلال هذه الفتره. يعني نعم. لا يعني انا ابشره واقول له شيء جدا مهم. طبعا هو مواليد برج الحمل وبرج التنين بالابراج الصينيه، هنا التنين الناري طبعا. الفتره بعد 12/13/14 من شهر ديسمبر الحالي. نعم. فتره جدا جيده. يعني عندنا كوكب اورانوس راح الان يتراجع في مجموعه الحمل وبالاخص العشريه الاولى. تاريخ 12 بالشهر راح يتوقف من التراجع وراح يستقيم، وهذا الكوكب ينطي تغييرات جدا جميله في حياته. حلو. ف 12 13 14 بالشهر جدا جيده.